بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب، الحديث عن الأوفست. الأوفست مفهوم جميل كان خاص بإزاحة العناصر. طيب، أنا عندي رو في اتنين كلاسس، كلاس بأربعة وكلاس بثمانية، والاتنين فيهم كلاوتات الارتبط. تمام، أدي البريفيو بتاعي، ده اللي فيه أربعة وده اللي فيه ثمانية. تمام، أوكي. خليني، طيب لو أنا قلت إني خليت ده يا جماعة عبارة عن مثلا ثلاثة، كده أنا عندي مشكلة. لو أنا رحت كده ولقيت إن العدد أساسا عبارة عن ثلاثة، ثلاثة وكام؟ ثلاثة وثمانية، كده 11، ناقص لي واحد. طب هو في تقريبا في الغالب الافتراضي بيبتدي من على الناحية الشمال يا جماعة، فكده الحسبة بتاعتي ما بقتش مظبوطة. أنا ممكن أستخدم الأوفست بقى علشان أزيح العناصر لليمين. طيب أنت عايز تقول إيه؟ أنا عايز أقول لك إن أنا قاصد إني ما ابتديش من أول القصة شمال، لا أنا عايز أبتديها من ناحية معينة. طيب اوكي، مثلا طيب خلينا نقول اني انا كده عندي 12 عمود، هنا واخد 3 وهنا في واحد فاضي. انا بقى مش عايز ابتدي اسيب اول عمود وابتدي من العمود اللي جنب منه، عشان كده هستخدم الاوفست يا جماعه. نفس الفكره بالظبط، انا هستخدم الاوفست بنستخدمها مع السمول واللارج. تمام، فهبتدي اقول له سمول وبعدين اوفست وداش، ابتدي اكتب عدد الأعمدة اللي أنا عايز أزج عليها العنصر بتاعي، والمفروض المجموع العام للأعمدة يا جماعة يديني 12. هنا أنا عندي 8، 8 و3 11، يبقى ناقصني كام؟ ناقصني أوفست واحد بس. لو أنا حطيت الأوفست ده بواحد وكده هنشوف اللي بيحصل إيه؟ هنلاقي إن العنصر يتزج أهو على الناحية اليمين. هو ساب لي الأوفست واحد، ساب لي العنصر ده زجه لي من على الناحية اليمين، وبيقول لي أنا عامل لك سكايب لعمود واحد، كده واحد و3 4 وده واخد 8. فاهمني؟ طب لو انا خليت ده يا جماعه 7 وعملت كنترول اس، كده الفراغ ده في الغالب ان الافتراضي بتاعه هيسيب لي واحد فاضي من هنا. فاهمني؟ اهو الواحد الفاضي ده يا جماعه انا ممكن اجيب ده واعمل له اوفست عليه. فاهمني يا جماعه؟ يعني طيب خلينا نقول ان انا هبتدي احط هنا اوفست سمول، برضه سمول اوفست، خلونا ننسخها نسخه بقى، سمول اوفست واحد واعمل كنترول اس. خلينا نشوف ايه اللي احنا عملناه ده. مش راح يحصل حاجه لاني انا ما عنديش اي خانه على الناحيه اليمين. فاهمني؟ في حين ان هنا راح تبتدي تتم بشكل كويس خالص مع المثال اللي فوق. نجمع كده، انا عندي 7 7 و3 10 و1 11. لو انا عملت اوفست 2 على القيمه دي فكده العمود المفروض ده يا جماعه يتزج كمان خانه على الناحيه اليمين، ويبقى انا سبت خانتين، خانتين هنا وثلاثه، كده 5 و7، يديني المجموع بتاعي عباره عن 12. ديت الاوفست، واحنا بنستخدمها علشان نعمل بيها ازاحه العناصر. تقول لي انا عايز ازيح العنصر ديت لليمين، اقول لك عادي مش مشكله، انت حضرتك ممكن تبدل ما بين الاثنين. يعني انت مش شرط تخلي ان العمود اليمين هو اللي ياخد المساحه الكبيره، اعكس القصه علشان تفضي المساحه للعمود الثاني. ديت القصه بتاعت اوفست. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.